Lance. Holy shit, I'm starting not to like this anymore. This is your favorite. Used to. Big Mac. Hand up, not down. Hand up, come on. Come on. Breathe. Focus on your breathing. Breathe, you're fine. Breathe, breathe. Don't move, don't move. Hold on, man. Don't move, little girl. Breathe. 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 Stop. Breathe, you're not breathing. You're panicking. Open up your hand, open up your hand. Nah. That one's not even. The blowing help? It did, actually, thank you. صباح الخير يا أصدقائي، كيف حالكم وكيف هي الحياة معكم؟ إنه صباح جميل، أليس كذلك؟ نراجع شوي حقلك بس هاي مدة الكلاس ساعتين و 45 دقيقة فبالنص يعطينا بريك نريح فيها بعدين نكمل الكلاس. في بعض المواضيع ودي اتكلم عنها بالفلوجز بس نوعا ما حساسة، فليه الحين قاعد افكر بالمواضيع اللي بتكلم فيها وطريقة طرحي للموضوع. زين ايش فيك زعلان اضحك؟ يا اخي وي دايما تعبان. خلص من الكلاس وبقعد اشتغل على بيبر الحين، تسليمها باشر بالليل، وبما ان باشر راح يبدي الويكند فبخلص منها الحين عشان افضى باشر. ودي اسوي مقارنة بين الجامعات بامريكا والجامعات بالكويت، طبعا ما اقدر اتكلم عن كل جامعات بامريكا لاني قاعد ادرس بوحدة بس، وباللي يدرسون بالكويت يكتبون بالكومنتات تحت شو الفرق بين مني وبين جامعات الكويت اللي تدرسون فيهم. اول شيء راح تكون هذه واحدة من الغرف الدراسية، في وايد غرف نفسها اكبر منها واصغر منها حق اللي بيدرسون بالمكتبة. طبعا هاي الغرف فاضية لان بري سمر فما في وايد طلاب بالجامعة، بس بالكورس العادي دائما الغرف هذه تكون محجزة خصوصا ايام الامتحانات. تقدر تحجزها متى ما تبي عن طريق موقع الجامعة، وحق كل طالب يقدر يحجز اي غرفة لمدة ساعتين كل يوم. شرطة موقفين واحد وراي شكله سكران ما ادري ايش فيه. المهم اني حقك رصفت نسوي الاعلان.
Anything you look cool, you don't. You're gonna die. My fucking car. Hey, I found you. هذا الانيو سكاي دوم سووا فيه مباريات كرة سلة والدعم الرياضات الثانية وهمن المتخرجين يكرمونهم مني. كاس اللي طافته وخلص وبعض الناس اللي اعرفهم تخرجوا ان شاء الله راح تخرج مني بعد ما دون اسمي عبد الرحيم عبد الله محمد بطابة Doing shirtless running? Yeah. You know what? Let's go. We weren't doing as much running. I hate running. هذه نهاية الفيديو. شكرا للمشاهدة واتمنى ان اعجبكم الفلوج. واذا اعجبك الفيديو لا تنسى اللايك وتشترك بالقناة. خلال ايام الاسبوع راح احاول انزل فيديوهات بشكل شبه يومي، فلا تنسون تشغلون النوتيفيكيشن بيل عشان لا يطوفكم اي فيديو. شكرا على المشاهده مره ثانيه and good night.